هذه هي الخيام، والكثير منها في الخارج المستفيدين من إخراج المياه بدعم كريم من مؤسسة الحياة واشنطن بمساهمة من السيد الفاضل منصور شومان. طبعا اليوم الثاني من رمضان، التاريخ 12/3/2024، اليوم الثلاثاء. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تم اليوم باليوم الثاني من رمضان، التاريخ 12/3/2024، تركيب جهاز طاقة شمسية لدعم بئر مياه لإعطاء عشرات النازحين في القرارة غرب خان يونس. هذا هو النظام، ويتبعه خلايا شمسية. الآن سنكمل التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا يوجد البئر الذي يخرج للنازحين، لعشرات النازحين مياه، وسيتم الآن تشغيل المياه. وبحمد الله وفضله تم إخراج المياه، ضخ المياه بحمد الله، والمشروع الذي ساهمت فيه مؤسسة حياة واشنطن بدعم من السيد الفاضل منصور شومان، وبارك الله له على هذا المشروع العظيم الذي قدمه للمتألمين في قطاع غزة، وسيتم إخراج لهم مياه بفضل الله من اليوم الثاني من رمضان، التاريخ 12/3/2024. بارك الله لكما على هذا المشروع العظيم، وشكرا. طبعا يوم الثلاثاء، وشكرا.